اتفضل قول ما لديك من اخبار يا استاذ علاء. عندنا النهارده رئيس نادي الزمالك عمل فيديو. انا شايف طبعا ان هو فيديو كوميدي. ايوه. وبعيدا عن الواقع بالمره. برافو عليك. رئيس الزمالك بيقول لك في واحد من قطر جاب لي هديه في العلبه دي. انا عايز اسالك سؤال يا علوه يا ابو ادهم. اتفضل. يا ابو ادهم يا اللي بتيجي على المزاج. خدت بالك من الشنطه؟ الشنطه دي في حد يجيب لحد شنطة في هدية سفر بتلات سوست؟ بيه؟ تلات سوست يعني من المفترض انت يعني بص يعني بص من المفترض لما اجيب لك هدية لو كتير اجيب لك شنطة سنسونيت بقيمة الهدايا اللي جوه الشنطة. ولا انا غلطان في الكلام ده؟ لا تمام. لكن الشنطة اللي لما رفعها علاء مقلد دي شنطة سفر بعجلتين من تحت. طب عمرك شفت حد يجيب هدايا قيمة في شنطة سفر بعجلتين؟ لا. وحاجة تانية مهمة جدا جدا. هو رئيس نادي الزمالك مش طلع هاجم قطر وقال لك دي دولة عدوة ازاي يقبل هدية من قطر؟ ازاي يقبل واحد يجيب له هدية من قطر؟ ويا راجل انت هتصدق ان في قطري هداه اصلا؟ ده زيه زي المصري. استنى لا بص يقول لك ايه؟ يقول لك لو كانت فيها بس علبة برفان كنت قبلتها. فيها عجوة كنت قبلتها. لو فيها قفلة فسيخ كنت قبلتها. يا راجل تقبل ان واحد يجيب لك فسيخ من قطر؟ مش قطر دي عدوتك؟ يعني بيقول كلام لا يصدق ولا ما فيش حد يصدقه اصلا. فيلم ويقول لك انا جات لي من قطر وسبتها لسه فاتحها. لو فاتحها مش خايف يكون فيها قنبلة؟ بص فيلم الشنطه اللي انت عملت بص يا علاء فيلم الشنطه زي فيلم ابو سنيده. بس انا بشكرك على حاجه قلتها دلوقتي. ابو سنيده اللي مأجرنا احنا خونه واللي حصل لما قبل ما يسافر الزمالك ازاي فتحت الشنطه بعيدا عن اجهزه الامن واداره المفرقعات؟ يمكن الراجل القطري بعت لك قنبله تنفجر فيك. ما انا بقول لك انا لسه فاتحها. يا راجل ازاي خدتها منه من غير ما تفتحها؟ انت معلم قطر ومش قطر ويا قطر وقطر حطاني في دماغها وقطر بتعمل لي مؤامرات وقطر ازاي يعني؟ بقول انت مضحي بنفسك. بقول لك انت مضحي بنفسك احنا مش مضحيين بيك. يا نفسك تهمنا ما تعملش كده في نفسك. الاستاذ احمد بهي بيسلم عليك وانا بقول لك معلم في الحته دي. واحد من دولة معادية وبيكرهوك بعت لك شنطة بتبلغ الأمن ولا تفتحها على الهواء؟ جاوبوني يا جماعة جاوبوني أنا والأستاذ علاء. تبلغ الأمن ولا تفتحها وتعمل بيها فيلم هندي وتصوروه؟ يعني أرجو أنكم أنتوا فعلا علاء طرح سؤال بمعلمة. ده من قطر أعدائك وأبو سنيدة والمتآمرين عليك جالك قلب إزاي تفتحها وفي مكتبك يمكن قنبلة هتنفجر فيك وإحنا خايفين عليك وعلى صحتك. ما بلغتش للأمن وسلمتها للأمن. يا سلام عليك يا أبو الزغليل لما تكون ضارب واحد شاي وقبليه شوية بليلة بتبقى معلم يا ابو الزغليل. والله العظيم شكله النهارده واكل بليله يعني. فعلا دوله معاديه والراجل قطري. ايه ده؟ طب ما بلغتش الامن ليه؟ يعني ما بلغتش ليه الامن؟ حاجه غريبه. بس كان عندنا مثلا يقول لك ايه غريبه ما تستغربهاش. بس احنا اصلا عايشين عشان نفقسه. امال مين اللي هيفقسه في مصر غيرنا؟ ربنا يخلي لنا الهبل اللي بيعمله عشان نفقسه. والله العظيم يا علاء سؤال في محله. برافو عليك. طبعا يعني فانا بقول رئيس نادي الزمالك ما تضحيش بنفسك كده يا راجل. صح. خليك حويط شويه ما تاخدش اي شنطه كده من قطر. خليك حويط. انت سلامتك تهمنا انت مش كيف نفسك. وراح تقول لي لو ازازه برفان اقبلها وافرض برفان ده في حاجه مسممه ولا حاجه شويتك بعد ما رشيتها. ويقول لك لو اكلت فسيخه اقبلها. يا راجل انت ممكن يجيلك تسمم ما تاخدش حاجه من قطر. عيب كده ما ينفعش.
نسى ابو سنيده بقى واعدائه، عيب انه بينسى اعدائه. بيقول له ايه؟ بيقول لك ايه؟ انا بدي درس للخطيب، هو حد قال لك ان الخطيب خد فلوس من قطر؟ يا راجل ادي درس لنفسك، وعي نفسك يا راجل. خدت كده من قطر وتبقى فيها لسه فاتحها؟ يا راجل تتذكر فيك ولا حاجه؟ انت عدو قطر، وانت اللي قايل لنا ان انا عدو قطر. احنا ما قلناش حاجه. جايب كده القطر بتضحك عليك وتديك طنطه. عبيط عبيط. انا عايز اقول بصراحه، خلي بالك انت كده بقيت شد اهل القطر. هو بديك حاجه تروح واخدها على طول؟ لا يا جماعه. تقول له خد يا المدير التنفيذي نادي، خد رجع دي يا راجل. رجع دي ايه يا راجل؟ راجل خلي بالك من نفسك، ما كده نفسك. ده انت بتحارب دوله، لازم تبقى واعي كده. وتلاقي حد يدي لك حاجه تاخدها. بصراحه فيديو يعني، انا بصراحه بتفرج عليه كده في حاله انبهار بصراحه، يعني حاله انبهار. واتمنى الكابتن محمود الخطيب يتعلم حاجه بقى. راجل كل شويه يطلع يديله دروس، يديله دروس. اه يعني يا كابتن محمود راجل تقف معاك. هما النهارده الاهلاويه النهارده بالالاف في اللايف ردوا عليه وقالوا له ايه؟ ترك حبيبي الاهلاويه تشتم في الخطيب، ما تشتم في الخطيب، ما حدش هيوقع بيننا ما بين تركيا. كان في بعض الاقاويل طلعت ان بيعمل ده على كان شايف ان العلاقه سقت ما بين المستشار وما بين الخطيب. فالاهلاويه بيقولوا له الخطيب وترك اخوات يعملوا مع بعض اللي هم عايزينه، لكن تركيا حبيب الاهلاويه ومش عتنون اللي ببالك مره تانيه. انا بس طبعا زي ما اقول حاجه، الفيديو ده طبعا من وجهه نظر الفيديو غير واقعي طبعا، بعيدا خالص عن تصريحات رئيس النادي وعن الواقع اللي كان عمال يتكلم فيه وعن دوله قطر ومش قطر. فطبعا هو يطلع يقول لك انا خدت شنطه ولسه فاتحها ولقيت فيها ساعه وموبايل وبرطان وما بقبلش الحاجات دي، ولو فيها بسيخ اقبله، لو فيها برطان لوحده اقبله. فطبعا ده كلام غير منطقي، لان هو بيقول ان قطر دوله عاديه. خلي بالك، استنى شوف الكذبه دي، استنى الناس فعلا معاك. اهي رشا اباظه، مش عارف رشا ولا مين، استنى كده. المهم مش عارف رشا اباظه ولا مين اللي كاتب بيقول لك ايه، بيقول لك لا وبيضحك علينا ومدي علاء مقلد الاسم في ورقه. طب يا ترى علاء هيروح له قطر؟ سؤال حلو والله، سؤال حلو. سؤال منطقي. لا على فكره بضحي باللي هو علاء، ممكن يبعته قطر عادي. لا لا انا عايز، ما هو قال لي علاء روح ادهاله. طب هيروح فين يدهاله؟ الراجل جه قطر ما فيش فيز دخول مصر خالص. يعني خلي بالك، انت اللي طرح السؤال ده قلقان منك في الموضوع بتاع الشنطه الفجر. يعني بيقول لك ايه ده؟ لو كان الراجل جاي من قطر، طب جه ازاي وما فيش طيران ولا تاشيرات؟ صحيح. يعني لا في طيران ولا تأشيرات من الدولتين، يعني مصر لا بتدي تأشيرة القطر ولا القطر بتدي تأشيرة نزول مصر، لا القطريين ولا غير قطريين، وما فيش طيران أصلا. وبعد كده إيه؟ الطيران منقطع بسبب كورونا عن الدول الوسيطة. يعني كان الأول مثلا إيه؟ قطر تركيا مصر، قطر الكويت مصر، قطر لبنان مصر، مفيش، كله واقف بسبب كورونا. طب الشنطه جت ازاي ومين اللي جابها وعلاء هيسافر ازاي يوديها؟ ده سؤال منطقي بصراحه، ده سؤال منطقي، ولازم اللي هو علاء امير يطلع بيان ويقول هيعمل ايه في الشنطه. انا احسن يبيعها. ايه؟ يبيعها. لا ملناش علاقة بقى، احنا مش ملناش علاقة بقى يبيعها ولا ما يبيعهاش. احنا ملناش علاقة، احنا بس عايزين نعرف يا بيع. لا احنا عايزين نعرف الشنطة دخلت مصر ازاي؟ وهتطلع من مصر تروح لصاحبها ازاي؟ ده طبعا ده سؤال مهم جدا. وجهته الأستاذة رشا أباظة. غالبا رشا أباظة أو حد يعني اسمه طار بسرعة. طب انا عايز نعمل مقترح كده على اللايف. برضو الساده المشاهدين المحترمين يقولوا لنا رئيس الزمالك يعمل ايه في الشنطه اللي دلوقتي وداها اللي هو علاء ميلت. يوديها ازاي قطر؟ يقولوا لنا مقترحات، او يطلعوا بيان يقولوا لنا الشنطه هتروح فين وتيجي منين. والله تصدق ممكن نعمل جايزه، اللي يقول لنا الاجابه الصحيحه هنديله شنطه. لان انت دلوقتي قلت ما
مفيش طيران ومفيش سفر، عايزين نعرف الراجل بتاع قطر جه ولا هم اللي هيروحوا له ولا يتقابلوا في ارض محايده ولا ايه اللي هيحصل. يعني عايزين نعرف بالظبط هيقابلوه فين، الشنطه دي هتتسلم ازاي. يا بيع يا بيع الوسيله الوحيده اللي ممكن اخمن انا تبقى هي المفتاح اللي للغز ده، ابو سنيده. ابو سنيده لا ده شغلك انت بقى، انا ماليش علاقه بالموضوع. طب ما هو ماشي لحظه، ابو سنيده في نفس الوقت عدو مرتضى، هل ابو سنيده اتصاحب على مرتضى؟ ابو سنيده ايه؟ هل ابو سنيده اتصالح مع مرتضى من ورانا؟ لا الله اعلم، انت معانا. هو ده عايزين نشوف شنطه دي هتتسلم ازاي. هيعلقوا عليها مين؟ هيروح يسافر ممنوع يسافر قطر. الراجل هيجي لنا نشوف ممنوع انه يجي، هيتقابلوا في ارض محايده، عايزين نعرف الشنطه دي مصيرها ايه بالظبط. والله هو احنا طرحنا ثلاث اسئله، قطري يعني عدو مرتضى، طب فتح الشنطة ازاي من غير ما يبلغ الامن والمفرقعات؟ ممكن يكون فيها حاجة تأذيه، ممكن البرفان يكون بينزل الجلد يعمل له تسلخات، ممكن طبعاً. ممكن التليفون يكون فيه قنبلة ينفجر في ودانه، كله ده كنا نتوقعه. ممكن الألم يكون مثلا عيبز يفقع عينه، ما احنا خايفين. ممكن يعني كان لازم ما يقولكش انا لسه فاتحها وشايفها وخدتها وسبتها ولسه فاتحها، ما ينفعش. طب انت عملت قلت قطر دوله عدوه وده ما ينفعش، يعني كلام غريب. وكمان يقول لك اصل لو فتحها لا 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 والنبي اسمع بس لحظه، كان في افيه بمليار جنيه تاني جه، حد افيه بمليار جنيه. حد بعت لي بيقول لي يا كابتن عبد الناصر انت الوحيد اللي لمحت شكل الشنطه، الشنطه دي بيوزعوها على اللعيبه وفيها اللبس. انا ما خدتش بالي بصراحه يعني. لا انا عايزك ترجع للفيديو بعد ما تبص كلام رئيس النادي. لا 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 بص يا حلوه علاء، عايزك ترجع للفيديو الثلاث دقايق بعد ما تسيبني واتفرج كويس، لحظة ما علاء مقلد هيشيل الشنطة هيقفلها من الجنب بالسوستة. أنا قبل ما يظهر علاء كنت مفكرها شنطة سمسونيت، لأن المنطق بيقول إن هدايا قيمة في شنطة سمسونيت. ولا أنا غلطان في ده؟ والله حسب اللي قدم الهدية. الله، ما هو بيقول لك يعني كم الهدايا الفخم اللي جواها. اولا من ربع المستحيلات واحد حتى لو شيخ او امير يجمع الحاجات دي كلها في شنطه واحده، لانها كلها متنافرات. يعني احنا ممكن والله يا بي احنا بتجينا هدايا من شيوخ وامراء وعارفين يا علاء احنا مش طراطير. بص سيبك، مش هنختلف يا بي مش هنختلف على اللي في الشنطه. لما ظهر علاء مقلد وقفل الشنطه ورفعها بايده وظهروا العجلتين اللي تحت، انا قاعد افكر الشنطه دي اخرها العتبه. فواحد ربنا يكرمه من النادي بعت لي قال لي اقسم بالله الشنطه دي زي اللي بتتوزع على اللعيبه فيها ملابس الموسم. اي علاء؟ ايوه انا اخر كنت الفريق الاول. يا شوف الشنطه وهتوصل لك الفكره. الشنطه فاضحه بص الشنطه فاضحه الموضوع، دي شنطه اتجابت اتلمت فيها الحاجات دي من اي مكتب، 700 الف حاجه في اي حاجه. يعني انت شايف ان مفيش حد اصلا جاب له هديه؟ يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، دي شنطه ملموم فيها من كل فيلم اغنيه. ايه اللي جاب؟ انا مصدق ان في واحد من قطر جاب له هديه. ماشي مش هختلف، مصدق ليه بقى يا فالح؟ هو قال كده بالفعل وانا بصدقه. دي حاجه تانية، انت راجل مؤمن بقى بتصدق الكلام اللي بيقوله، حرام تكذبه. صح ايوه الراجل قال انا جات لي شنطه من واحد من قطر وديها كذا وكذا وانا مصدقه. طيب انا عايز اخلي باله بقى، يخلي باله الفتره الجايه عشان ممكن الراجل بتاع قطر ده يعمل معاه حاجه مش مظبوطه، يفجرها له، يحط له حاجه في بره، يخلي باله. طيب في سؤال تاني جاي، ايه العلاقه؟
العلاقة اللي بين مرتضى ما بين حد قطري يخليه ياخد هدية من قطري؟ ألو؟ العلاقة اللي ما بين مرتضى وما بين واحد قطري يخليه ياخد هدية من قطري؟ قطر زي ما بيقول مرتضى عدوة مصر والناس أعداء مصر، وهو بيكره قطر عشان أعداء مصر، طب يقبل هدية من قطر ليه؟ ده يتسأل هو فيها بقى، هو اللي يتسأل. ما انا قلت نفس السؤال ده في الاول. ما انا قلت له انت عملت القطر عدو، ازاي تاخد هدية من واحد قطري؟ طب هل قطر يفجرها لك؟ ما انا عشان كده شاكك ان ابو سنيده يكون عدى مرحله الخيال اللي في دماغي وجند مرتضى منصور نفسه. والله دي لا، اصل الموضوع ده يا علاء، الموضوع ده قلقني، لاني لو ابو سنيده جند مرتضى احنا اكل عيشنا اتقطع. والله دي شبكه بقى انت مضرب بيها، واعتقدوا ان انتوا مع ابو سنيده ده كده. ما اعتقدش ان ابو سنيده نجح ان هو يجنده. لا لا يا علاء، مصلحنا دلوقتي، طب فكر معايا، ده مستقبلي يا علاء، فكر معايا. يا راجل انت مستقبلك خلاص اتحدد. يا بيبي لو سمحت، ابو سنيده ممكن يكون عايز يوفر نفقات، بدل ما احنا 15 في الشبكه قال لك كلنا شغالين جواسيس على مرتضى، صح كده؟ طب ما انا جند مرتضى واوفر ال 15. خلاص ده انت عدرا بقى بدماغه، انا ما اعرفش الحاجه. لا لا، ما هو ابو سنيده، ابو سنيده غير ابو سنيده بيفكر اصلا ولا لا؟ لا لا، ابو سنيده جامد. طب خلاص انت عدرا. يعني كده ممكن يكون ابو سنيده جند مرتضى منصور يا جماعه؟ لا بس ما هو رئيس الزمالك رفض الهديه بقى، ما نعرفش هيجرب من مين. قال له خدي علاء روح رجعها. هو عامة الراجل طيب ويستاهل انه يتهزع بموضوع الشنطة ده بصراحة. اي علاء. ايوه يا استاذ ناصر معاك. بقول لك هو راجل طيب بقى، وهو هان نفسه بفيلم الشنطة الساقط ده بصراحة يعني. ادعم الواقع وكلام ما حدش اقتنع بيه، لان هو قبل كده قاعد يهاجم قطر ويقول قطر بتعمل لي وقطر بتخطط لي وقطر بتسوي لي، فازاي يقول انا جبت شنطه من قطر واحد من قطر، وازاي خدتها ولسه فاتحها ولقيت فيها والكلام اللي هو قاله ده. صح. المهم نكمل بقيه الاخبار. اتفضل يا حبيبي، ما انت خدت اللايف كله في الشنطه، روح منك لله. حد في ساده المشاهدين المحترمين اصدقائنا قال لك الشنطه هترجع ازاي؟ قول لي. ما هو يا بيتك كل اللايف شغال بيقول لك الاستاذ علاء طرح سؤال مهم، كلنا خايفين على مرتضى، نفترض الشنطه كان فيها كورونا. طب والله وارد، كل حاجه فارده برضه. خلي ما تضحيش بنفسك كده، ما ينفعش تضحي بنفسك كده عشان تدي كارت الخطوط، حافظ على صحتك، حافظ على نفسك. يعني انا يا جماعه شفتوا لما قلت لكم، فاكرين الرساله اللي انا قلتها؟ قلت له يا مرتضى ادائك بجباهه ورتيب وقديم قديم قديم، انت بتفقس نفسك، في حد يعمل كده يا بليد؟ يا بليد. طب الشنطة فين؟ يلا سؤال الحلقة، ما هو مصير الشنطة؟ هترجع ازاي؟ الشنطة هترجع ازاي؟ ما هو مصير؟ ما عندناش حد بيسافر يروح قطر، ولا عندنا حد من قطر بيجي. علاء مهلس خد الشنطة هيرجعها ازاي؟ سؤال اللايف الاستاذ علاء مهلس يطلع والنبي تسمع الاستاذ علاء موسى، الاستاذ علاء موسى بيقول لك مرتضى كتب لعلاء مهلس في الورقه خد معاك ربع رومي وربع اسطنبولي وانت مروح الشنطه على البيت. حلوه حلوة يا أبو موسى، محترم، حلوة.